انت خالي ما تندل بعد شاكت هذا ايه يا رامش لا شيء متكبر الزمان يا ريال خلنا نسوق نحن انا ما ادري المشكله صبر شو صبر صبر ها عوض ايه يا اخي انا ما اعرف هذا حق النفكسين هذا المالكم قدامي هذا ما اعرف لي وضيعت الطريق ضيعته ايه يا يلا اوكي 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 يلا يسمك عربك يا سالفه ناس بك عربك ناس بك عربك اوه يا هي حشره وحده خلنا بنمشي زي خلاص 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 بنمشي 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 خلاص 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 هذه المرة طال عمرك كان عنده رئيس وفد من كينيا وثلاث سيارات يمشون وياه فيها الأعضاء مال الوفد وهم سايرين كان يلف عنهم سوق السمك الوفد روح وصلوا المطار طارت الطيارة ورئيسهم في سوق السمك خلانا في موقف حرج طال عمرك عوض هاي السالفة مستوية من شهرين واتخذنا فيها إجراءاتنا القانونية شو الجديد عندك؟ الجديد طال عمرك الحين بقول لك قبل شوية قبل لا أجيك هني متصل لي يقول والله ما يعرف يستخدم النافيجيشن ومضيع الدرب أوه ومنو عنده هالمرة؟ هالمرة طال عمرك شال ضيف من جيبوتي عنده مؤتمر اقتصادي ما عليه ما عليه إن شاء الله بنحل المشكلة ونشوف له حل أنا أقول طال عمرك يعني إذا كان هو وايد يهمك انقله مكان ثاني وفكنا من حشرته شو هالرمسة هذه بعد؟ قمت أطاول أشوف عتيج موظف عندك وانت رئيسه المباشر اذا غلط اتبع اجراءاتك اقول خالي وصلنا وصلنا انت مجنون ما في موك طالع يعرف عربي بعد اقول لك اترياك ولا اسير ما سوى لي سالفه والله دايت شو هذا يا عتيج بس عاده بس ترى استنى البيت كلها حيوانات وانت بكرامه قول لهم علمهم خلي يعطونك شيء ثاني غيره اذا شو اسوي من دام يطلع حظي ويا الفارقه شو سيبهم زين بشور عليك بشور انت شو رايك تطالع لك ساحر سنغالي كذي يسوي لك شيء بذا حظك العاذر هذا الدامر يوم انه راي لاختك مطايع يساعدك ولا يبالك الخير دم سحار ما سحار الو بتخبرك يا عتيج انت تعرف تستخدم النافيجيشن لا طال عمرك انا اعرف كل مكان واندل كل مكان فعليك وين تدل الدروب وتعرف الاماكن هاك المره مضيع ضيف عنده محاضره عن الاقتصاد جايبينا من بلاده علشان يلقي محاضره عن الاقتصاد حق رجال اعمال واقتصاديين ثلاث ساعات ونص ماخرنا والضيوف روحوا يقول الضيوف روحوا هذا نزيش لف الاقتصاد يوعان يا ريال بطنه لاصق في ظهره وين وين الاقتصاد شو الله هديك لاصق بطنه في ظهره عتيج خلنا في موضوعنا انا بقول لك على الموضوع عوض يا يشتكي علي اسمع السالفه يوم يجون الوفود العربيه والخليجيه يطر السيف وسعيد ويوم يجون الوفود الثانيه من السنغال وكينيا يقول لي عتيج سر يبهم بعد ما يقول لي سر سر يبهم كذا مره واحده بغى يضربني حتى فوقي هذا قدامك انا ارمس وين المشكله شو الفرق كنوع من التقدير للسائقين والمرافقين يوم يجون الوفود الخليجية والعربية يكرمونها وصاحبنا يوم يكون عليه زام حظه يطيح ويا الجماعة اللي مالهم خص في التقدير هاتي السالفة عيال اسمع يا عتيج نعم أنا كل اللي يهمني أن موظفيني يأدون واجباتهم بكل دقة تسمع إنما سالفة الكراميات والشغلات لا تدخلوني فيها أنا عندك رئيس القسم ونسق وياها الزامات كلها خلاص ما دام هذا الشيء يرضيك انا حاضر لكن ها وقدام المدير اقول لك ما تيني شكوى من اي واحد عليك تعرف يا عتيك انا لي في المسرح 30 سنه لو ما شفت الخشبه دي يوم واحد
بمرض. تصور ايه يا عتيق، المسرح عالم جميل. جميل جميل. بتحضر مسرح انت يا عتيق؟ يا ريال انت فاضي بعد؟ انا ما فاضي يا ريال اشيل المسرح. كيف مش المسرح شو تستفيد منه الا اصراخ صدعه راس واللي يكلم الدريشه واللي يكلم الطوفه واللي ايش لي يا رجال؟ انا اسير بلاش استاذ، لا تضحك بعد تضحك اسير بلاش. يا سلام، اسير بلاش انا يا سلام، لكني اطلع مو وقت. تعرف يا عتيق شو دراني يقول؟ المسرح ده مرآه الشعوب. نعم، المسرح ده الآن بقى أهم وسيلة اتصال ثقافي وفكري عند الشعوب المتقدمة. نعم. فهمتني ولا ما فهمتني؟ والله تبغى الصدق السادة. إذا فهمت زوجتي عشبة داخل البيت وياسة داخل البيت، إذا فهمت أنا فهمت. قل ماشي وين يا زول؟ بنصب بترول طال عمرك وبنسير. بترول شنو يا أخي؟ أنا فضلي نص ساعة على العرض، أنا رئيس لجنة التحكيم يا عتيق. زين اخر المباراة شو بسوي يا اخي؟ مباراة شنو يا اخي؟ تقول لي مباراة شنو انت بتكلم عنها يا اخي؟ زين بنصب بترول، بنصب بترول ماشي، بترول ماشي اللي تحمر يا اخي. والله فعلا فعلا العرب كلهم ما عندهم اي احساس بالوقت، ما عندهم اي احترام للمواعيد. استاذ سنك اللي سبني انت. اسيبك؟ اسيبك شنو؟ بالمناسبة في ملايين من العرب زي كده، اصل العالم العربي كله مضروب. تعود من الشيطان انت، والشيء والعجلة من الشيطان يا ولد الحلال. الله المستعان، الله المستعان. أقول لك رئيس لجنة التحكيم للحين ما وصل، وكل أعضاء اللجنة موجودين. ما عليه ما عليه، بعده شي وقت. أخاف يوصل راعي الحفل وهذا بعده متأخر. ما بعدت الزول يتأخر يعني، يمكن الطريق زحمة ولا شي. تعرف يا عتيق؟ ها؟ المسرح ده هو الحياة ذاته. يا ريال كرهتني المسرح، المسرح والمسرح أذيتني ذي تراك، غثيتني. قلت شو؟ ما قلت شي، ما قلت شي. ما قلت شي؟ قلت مالك يا اخوي؟ يا اخي انت ما تشوف الحرمه هذه مبنشر التاير عندها وواقفه روحها ما حد عندها؟ لكن ما بالغت يا اخي، ما في مليون واحد ممكن يساعدك في الطريق. بالله خلينا نكمل طريقنا، كمل طريقنا. انت انسان مسلم وعربي وسوداني، لازم تكون عندك هذه النخوه. وين مساعده الملهوف؟ ملهوف من ايه يا اخوي؟ الحرمه. والله والله ما ملهوف اليوم ده، الليله دي ما ملهوف الا انا ده، ما ملهوف الا انا ده. يا استاذي وينك اتاخرت؟ باقي 10 دقائق ويبدا الحفل. شو؟ لا يا ابوي هاي الامور ما فيها تاخير، انت تعرف بعد. يا استاذ انا في ورطه، والله انا في ورطه، لكن حاصل حاصل. بقول لك انت مش رئيس المهرجان عنده كلمه ومدير المهرجان برضو عنده كلمه؟ دي حتاخذ لها بالضبط زي نص ساعه. انا ان شاء الله اصل قبل نص ساعه دي باذن الله باذن الله. لا شكرا، شكرا لك يا استاذ، شكرا شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا لك، شكرا. الحمد لله رب العالمين، صرت 5 دقائق صلحنا التير مال الحرمه وينا غثت الملهوف. يا زول ما تسكت، غثت الملهوف ما تسكت يا اخي. صميت اذني الله يهديك، بسير زين الصيد الحمد لله رب العالمين. سير لي ان شاء الله. الحالة دي يا اخي، دي ما الحالة دي يا اخي، البني ادم ده جنسه شو؟ جنسه شو ده يا اخي؟ ما تأخر 3 دقائق ويك هالشيبو. ما صار زولا تنلخطط فوق. شو جاي تنلخطط فوق؟ حد اخطط شو بي يبغوا بيخططون يا ريال؟ الثاني صدع لي راسي.
تحمد ربك انه ما صار اشتكى عليك. الريال روحه تصرف، ركب تاكسي وصار خلص شغله. اسمعني انا اقول لا تطري هذه السالفه قدام حد، ما حد يدري بها. تصدق انك ولد حلال ولا اول مايت؟ ما ادانيك ولا اشتهي اشوفك. افا انا ايه تحسك مغرور كذا بس؟ لا وين طلعت ما شاء الله؟ اشكرك. اقول لك نعم. سعيد وينه؟ سعيد صار يوصل وفد وبي. ها ايه نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريال تونا في طاريك، لو طارين مليون ظني ما بين. يا الخير يا الخير. بالعافية بالعافية. سندويتش بالعافية. شوف سندويتشات ها؟ يا سلام. على ابو كله فلفل. ما اسمعك. فلفل من اي مطعم سند ماخذني انت؟ نسيت اخبركم. هذا من الوفد الهندي عقب ما وصلت المطعم. يا ريال انا حظي وحظك كل انت امراض، حظك ادمر من حظي. تعرف شو عندي انا؟ ما مخلين زراف وما مخلين افيال وما مخلين سحلان. حظنا ايه استوى الحسد عادي. يلا عاد خذوه الحين. منو قال لك انت دوك انت خذ الخير. ها 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 بناكل بالتروح. اقول لك من وين الوفد هذا؟ ها؟ يقول لك هذا من الوفد الهندي. شو خليني اسوي لك من هناك؟ بعدك الفرصه. لا يعرفون الذرابه. ايه يا سلام. شايف فيك؟ فنان ان شاء الله. شو؟ ها؟ شو متصل؟ شو متصل؟ ها؟ انت وين تليفونك؟ ها؟ تعال تليفوني في السياره. عوض يتصل بك لين ما عيس. ان شاء الله خبر السوداني. خبر السوداني ايش دراني؟ سر له وخذ علومه. ابو الريحه بس انتم خذ الريحه برايك. ابشر طال عمرك. مع السلامه. هلا عوض. هلا عتيج. اتصل بك ما ترد علي. نسيت طال عمرك التليفون في السياره. امر. اسمع يا عتيج. في عندنا ضيف مهم. مستضيفينه علشان يكرمونه. شاعر ولا أديب؟ يا أخي وانت شي خصك؟ شاعر ولا أديب؟ مالك شغل؟ ترك تقول بيكرمونه؟ ما يكرمون إلا الشاعر والأديب. ومنو قال لك؟ يكرمون كل واحد يستحق التكريم وفي أي مجال كان. زين زين خلاص إن شاء الله يكون شاعر ولا أديب. وشو الفرق بالله؟ الله يسلمك. ترى الأديب كله كذا نافي الشعر راسه تقول جني طالع من المقبرة، يقول والله ما عنده وقت يتحسن. لكن الشاعر نستفيد من قصايده. المهم نبغي سوالفك تكون طيبه وياه. حاضرين. شيء ثاني بعد؟ عتيج تعال يا ابوي. وين صاير؟ انا بعدني ما قلت لك متى بيي ولا قلت لك العنوان. هلا بريحه هنا. هلا بريحه الطيبين. تصدق يوم نشوفكم نفرح. الله يديم الفرحه عليكم ان شاء الله. انا اسمي عتيج. اخو انا ما سالتك عن اسمه. عفقت بس بك انا. حي الله عتيج. معك اخوك عيسى. مرحبا اخو عيسى. عمار عمار يا دار زايد. اول مره تعيش الامارات؟ طبعا لا، بس كل مره اجيها القاها جديده ما شاء الله عليها، كانها عروس عروس تختال بثوبها. الله يدوم الأمان إن شاء الله. الله يسمع منك وياكم. آمين. عتيج الحق علينا يا عتيج. الحديدة طاحت على ريول ولدك وانقصت. انقصت ولا انجرحت؟ زي ما دام انجرحت حطوا فوق الجرح عايدين وأنا جايكم. أنا عندي ضيف بارك الله فيه الحين المشغول، بوصل ضيف الفندق وبيكم. يلا يلا مع السلامة. أقول عتيج نعم. عسى ما شر. الله سلمك. الولد طاح فوق حديده وتعور شوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول زين أنت بيتكم أدون ولا الفندق؟ شم أدون بعد ما عرف. لا يعني بيتكم أجرب من الفندق؟ يعني على الطريق قصدي. زين مو مشكلة، إذا كذي روح بيتكم شيل الأهل وودي المستشفى عشان نطمن عليه. وأنت طال عمرك؟ أنت ما عليك، أنا ما عندي التزامات اليوم، أنا بكون معاك أي وقت توديني الفندق مو مشكلة. إزاك الله خير. إزاك الله خير.
وقف السيارة بيكم إن شاء الله. أبويه أنا نسيت الشنطة مالتي داخل بالسيارة، فيها البطاقة الصحية وبطاقة الهوية. أخوي لو سمحت اقبض الولد، اقبضه اقبضه. والولد أعطيت الريال. أي ريال؟ ربيعك. أقول لك تناول لي الشنطة داخل فيها البطاقة الصحية مال الولد، عطني إياها. ما بربيعي هذا ضيف جاي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ضيف هذا ضيف ضيف عفيف ضيف ضيف. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. لو سمحت انت استريح هنا، نحن مسير وبنيك ان شاء الله. اقول لك شوف هذا اللي لابس بشت. ايش فيه؟ قص على انسابته، جايب لهم ذهب تقليد وزخه ورا النور. ما اشوف ثوبه كله دم. والله يستاهل، شكله غصاب وما يقدر على العرس. لحظه اخذ ذهب. اقول بالشباب مره ثانيه اخذ ذهب اصلي. اقول لك اسمح لي يا اخو شوي، ترى اخرناك نحن، بخلص وبيك. مالك الا واحد بس، اهم شيء الولد شلونه؟ ان شاء الله بخير. بخير، اموره طيبه الحمد لله. اقول انا عندي اقتراح. ايش رايك يعني انت تعطيني اغراضي من السياره وانا بروح الفندق وانت خذ اهلك وروح البيت مره واحده؟ لا يا ريال، عيب بنقول، ما بدخلونك الفندق وانت ثيابك كلها دم، بارك الله فيك. ظاهر ورط نفسي بنفسي. بسم الله عليك أمي، بسم الله عليك الرحمن الرحيم، الحمد لله أن نحن تلاحقنا به، ولا كان صارت لي الغرغرينة. لا إن شاء الله لا غرغرينة ولا شيء، بس تدير بالك على العيال إيش تهملينهم، إلا قبل هذا التلفون هذا الكات ومايكات هذه. إن شاء الله إن شاء الله، لا تعصب علي إن شاء الله. نسينا الضيف المستشفى يا هي سالفة، خلينا نرد له. هي ترد له الله يهديك. لا يا أبوي وصلنا البيت وعقب رد له على هواك أنت. ضيفنا شو يا بني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عيسى عيسى قم 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 يا سماحة. سلامات سلامات، ما من شر. ما شر ما هيك إن شاء الله. لا أنا بس ها صدق هذا ولد السايق مسوي حادث. ويت تكفى الله يسلمك، ودني الفندق وبقول لك كل شيء في السيارة. زين وأغراضك وين؟ أغراضي هي في السيارة ويا السايق. لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل تفضل. يسلمك. لحظة أنا عندي هذا. ها شوف. ليش ناخذ؟ أنت وديت المستشفى وروحت عنه؟ كيف تروح عنه؟ حد ينسى ابن آدم يا وياه؟ أنا أبو ومسرع أنت ما وصلكم هذا الخبر؟ أقول بينفنشوني تقول؟ كان ما ينفونك، وكيل وزارة هذا، وكيل وزارة. وكيل وزارة، وكيل وزارة يا عتيج. أنا مطنش عاد هذا يلا. يا ريال لا تزعل لا تزعل، دوك خذ. شو شو بعد؟ كتاب نقل قوي. ودوك الجراجات عمي هناك، خوي سر بدل آيل ونظف السيارات.
على الطنازة على الطنازة شوف حطيني ورقة يلا. وللحين ما وصلتوهم؟ طال عمرك احنا عندنا عجز في السائقين واستعنا بسائقين من خارج الدائرة وما عندنا مجال إلا نستعين بشركات لأن نحن الحين في موسم مهرجانات ومؤتمرات وما حد فاضينا. اسمي يا سالفة. زين وكم سائق محتاجين؟ حاليا محتاجين 2 لمدة يومين لكن بعدين بنحتاج ل 15 سائق. 15 سائق؟ العدد كبير وايد هذا. مشكلتنا طال عمرك أن نحن محتاجين حق سائق واحد حاليا يعرف نظام الدائرة ونظام الشفتات واللي نبهم من برا ما يعرفون نظامنا. وأنا عندي يعني بعد إذنك اقتراح بس أخاف أنه يصدمك. شو هو؟ نرجع تيج لمدة يومين من قصير السيارات. ردوك التشريفات؟ ترى يقول لك ما تسمع شو يقول. يقول لك ما يستغنون عني. خبرة هذا مودينك كم يوم بس حق الراحة يرتاح. فهمت؟ شكرا رفعت معنوياتي بس هذا حاقد. أفا الحين أنا حاقد وهذا أنا اللي متعني وساري جايب لك قعد مالح من اللي في جيره حاقد كذاب. متى؟ هكو في السيارة. قم خليني أنزل الأغراض من السيارة وأنا حاقد. سامحتك شرب الشاي يا خوي كان بشيبه. سعيد لا تنسى وراك مطار لا تأخر. أسير على طول بس أنزل أغراض عطيج وبرجع لك. يلا سعيد سار المطار. أنت شو عندك الساعة 4 العصر؟ يا هي ورطة مسؤولة اليونسكو لازم حد يشلها يوديها العين قلعة الجاهلي علشان تحضر عرض الموسيقى الكلاسيكية هناك. شو نسوي الحين؟ الحين انت سايرة قلعة الجاهلي. هذا اللي شوفيني قدامي عرفناه نعرف الشغلة الحين. Something not good in your car. لا مالش حق. العين very good. شوف لا ترشين وايد شوي ترى الى اين اودور ان تري موفيز اودور دون سيت فويس. شوفي انا فرنسي ما اعرف اعرف انجليزي. زين شغل سميحه حمد. يلا هذه اغنيه ميحه حمد بالبر والمزيون وحب البدو والأوطان. ذبحتوني 15 مرة رايح راد المطار شي ما حد في الدار اللي أنا ما يستوي. إذا سيف وين وباقي السواقين كلهم مشغولين معقولة؟ زين صديقنا عتيج وين؟ يا ريال بالله عليك شل الفرنسية. اسميك يا صاحبنا متوهق. شو كان اللي ما عندك اغنية ميحة حمد استنزلتي؟ شو بليز شو بليز بليز شو ياش يا سالفة. شو عفستينا من العطر عفستينا عنا عمتي عنا من هذا العطر. open the windows لا يا ها open the windows ها يلا نزلنا الجام. ها وين ساره يا هي سالفة. شو بلا هكذا يا ود بطنعي كم يان دو تام بور الي جوسكا لين. انا ما اعرف فرنسي انجليزي ما بلا وين يا الفرنسي ما بلا وين. هاو لونج تايم تو جيت تو ذا سيتي اوف الين. ها كم باك؟ هاف اور اوكي جو خلاص يعني الامور طيبه. اوكي هاي لقيت اني جبتها. انت حامل في هنا ولد بيبي بليز جو. ما في بيبي ما في بچا ما في جست جو شر وحب البدو والاوطان وحب القبر لا يدرون هذي والد ولد. باقي 10 minutes اولي بنوصل 10 minutes 10 دقائق ها منارة
بس انا اوقف شوي. ايه انتي كان اللي ماتت.